بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من إخواننا أهل السنة من فرنسا ويرغبون في الإجابة عليها بما فتح الله سبحانه. السؤال الأول: أسرة في فرنسا فيها ولدان، وأحدهما قد بلغ، والأبوان بخصوص الأم منعاهما من الصيام إلى قبل أيام قليلة، ثم تابا وأذنا لهما بالصيام، فماذا يجب عليهم ولا سيما على الولد الذي قد بلغ؟ صوم رمضان فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه العظام، ودلائل ذلك معلومة مشهورة، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذان الأبوان اللذان منعا، أو هذه الأم التي منعت ولديها من الصيام إن كان من الأب أو من الأم، فكلاهما آثم ويجب عليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للولد الذي قد بلغ، فإنه يجب عليه أن يقضي ما أفطر، لأنه يعتبر مكلفا وقد فرط في صيام رمضان. والله عز وجل يقول في شأن الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا يجوز أن يطيع الابن أو البنت الوالدين في معصية الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله، كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فالواجب على هذا الولد أن يصوم وأن يقضي ما فاته من شهور في سنين قد مضت. فإن كان الابن لا يعلم بوجوب الصيام وكان جاهلا، فإنه يعذر بجهله، ولكن والله أعلم أنه قد علم بوجوب ذلك، فلهذا يلزمه أن يقضي ما فاته، فإن هذا ركن عظيم لا بد أن يحرص المسلمون على القيام به. السؤال الثاني: هناك أخ له مرض يسبب له ألما شديدا، وأشار له الأطباء إلى علاج، لكن بعدما جربه ازداد به ألما، فوجد علاجا آخر باستعمال النحلة لكنه يلزم قتلها، فهل يجوز له أن يتعالج بهذه الطريقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة، وعلى هذا فلا يجوز أن يستعمل ذلك، لأنه باستعمال يتسبب في قتلها وإن لم يباشر قتلها. لكن لو أنه مثلا يعني ربط نفسه
والموضع الذي يحتاج إلى ذلك، فتعرض إلى النحل فهو الذي جاء وقرص، ففي هذه الحالة والله أعلم لا بأس. السؤال الثالث: علم أن المريض له أن يجمع بين الصلوات، فإذا كان قد صلى الظهر والعصر بجمع تقديم ثم حصل له تحسن قبل دخول وقت العصر، هل عليه أن يعيد العصر مع الجماعة؟ أولا، ليس كل مريض له أن يجمع بين الصلاتين، وإنما المريض الذي يشق عليه الوضوء وربما لا يجد من يوضئه عند كل فرض، أو ربما يحصل له انتقاض لوضوئه، ففي هذه الحالة له أن يجمع بين الصلاتين. ومنهم من يقول يؤخر الظهر إلى قبيل العصر بحيث يصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر فيصلي العصر، لكن الصحيح أن له أن يجمع بين الصلاتين إذا خشي انتقاض الوضوء أو أنه لا يجد من يعينه على الوضوء. فإذا صلى جمع تقديم ثم تحسن وعافاه الله عز وجل، فهل يلزم بإعادة الصلاة، بإعادة صلاة العصر في وقتها؟ الجواب لا، لأن الفرض لا يصلى مرتين وإنما يصلى مرة واحدة. ومثل ذلك لو أن شخصا كان مسافرا، وعلم أنه سيدرك صلاة العشاء في وقتها، فصلى العشاء مع المغرب، جمع تقديم قبل أن يصل إلى بلده، ثم وصل بلده في وقت العشاء ولم يخرج وقتها بعده، هل يلزم بالإعادة؟ الجواب لا، لأن الفرض لا يكرر مرتين. السؤال الرابع: هل يجوز شراء بيت غير مبني؟ الجواب: شراء أشياء موصوفة وبأوصاف معلومة ومقاييس محددة يجوز. فمثلا الآن الذين يستوردون السيارات، هل يستوردوا سيارة من السوق مباشرة؟ خصوصا الوكلاء للشركات المعلومة، فإنهم لا يستوردون شيئا إلا بمقاييس معلومة وبأوصاف محدودة، فيقول مثلا أريد سيارة تكون كذا وكذا، فيها من المواصفات كذا وكذا وكذا، فيصنعون له على ما يريد. فأنت إذا لاحظت مثلا إلى المواصفات السعودية والمواصفات الخليجية والمواصفات الأوروبية، فإن المواصفات تختلف من سيارة إلى سيارة، ولهذا يرغب الناس في مواصفات معينة دون أخرى. فإذا هذه المواصفات يجوز أن تشتري شيئا بدفع المبلغ كاملا بأوصاف معلومة، ويسمى بيع السلم. والشرط في ذلك أن يكون الوصف معلوما إلى أجل معلوم، وأن يكون المبلغ مدفوعا كاملا. نعم، وهذا صورة بيع السلم. وهكذا يجوز مثلا أن يكون المبيع معلوما وصفه إلى أجل معلوم، ويقسط المال على أشهر على حسب ما يتفقان عليه، فهذا أيضا كذلك يجوز. فالآن ترد مثلا صناعات كثيرة إلكترونية، هذه الصناعات يذهب الوكيل المعتمد أو المورد لذلك إلى بلد التصنيع، فيقول لهم أنا أريد جوالا
وهذا الجوال أوصافه كذا وكذا، فيصنعون له على حسب طلبه. فربما قالوا له ادفع لنا جزءا من المال، إما الربع أو النصف، ويكون بقية الدفع بعد تجهيز البضاعة وعند إرسالها، فهذا مثله يجوز. كذلك أيضا مثلا يأتي بعضهم الآن إلى عند أهل النجارة فيقول له أريد غرفة نوم، وربما تكون الغرفة بأوصاف معلومة يريدها غير موجودة، فيقول له ادفع لي مبلغ من المال المتفق عليه، ادفع لي قسطا من أجل أن أشتري الخشب وأن أجهز الأمور وإلى آخره. وهكذا مثلا عند أصحاب الحديد، فكل هذا يجوز. فالآن هذا الرجل يريد أن يشتري بيتا وهذا البيت غير موجود، فيقول مقاول أنا سأجهز لك بيتا، هذه الأرضية هذه تبعي، وسأبني لك البيت على الأوصاف المتفق عليها بورقة تكتب وعليها شهود، وأن يكون يعني المال بالتقسيط، تدفع لي مثلا في كل شهر كذا، أو كلما انتهينا من جزء من البناء تدفع لي كذا، فهذا يجوز ولا غبار عليه. السؤال الخامس، هل الذي يشتغل في الحرام مع أن أصل عمله مشروع له أجر مثل الرجل الذي يعلم النساء دون حجاب بينهم القراءة، يعني يعلمهم قراءة القرآن، يعني هل ينال أجرا لكل حرف قرئ؟ هذا لا يجوز أن يواجه الرجل المرأة بتعليم القرآن، فإن هذا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد. أما غيره فلا يجوز له أن يقابل المرأة ويقول لا اكشفي وجهك ومن أجل أن ألقنك القرآن وأن تأخذي الإجازة مني ونحو ذلك، هذا من التنطع والتكلف، وينقلب ذلك من عبادة إلى مفسدة، من عبادة إلى مفسدة، وهذا شر عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فما بالكم هذا يقابل فلانة وفلانة وفلانة في كل يوم أو في كل يومين أو في كل 3 أيام في الأسبوع، يعرف اسمها ويعرف وصفها ويعرف من بيتها ويعرف من هي، وربما كان بينهم التواصل، هذا سبب الشر وسبب الفساد. ومن لطائف ما سمعت، وهذا حصل هنا عندنا في حضرموت، قال شخص كان بعضهم يدرس النساء، يدرس البنات، فطلع بعض الناس إلى مسجد النساء وهو يعلم بذلك، ففتح فإذا بالبنات يغطين وجوههن، والمدرس يقول له ما لك كيف تدخل بدون استئذان؟ قال ما شاء الله، حلال لك وحرام علي، يعني أنت لك تنظر إلى البنات وهن كاشفات الأوجه وأنا محرم علي. وآخر كذلك يخبرني بنفسه، يقول دخلنا على بعض من يعلم النساء كذلك في غرفة الإدارة، استأذننا عليه نريد ندخل عليه لبعض الأمور، فإذا عنده بعض النساء يخرجنا وهو يجالس معهن. قال فدخلنا فوجدنا في مواضع الجلوس ماذا؟ علب بيبسي. كيف الحين ستشرب هذه المرأة؟ ما هذا؟ أهذا تعليم؟ أهذا دين؟ أهذا إسلام؟ أهذا حياء؟ وهذا يحصل عند كثير من أهل الأغواء والبدع،
مثلا كحزب الإصلاح والإخوان المسلمين، يحصل عندهم من ذلك شيء كثير، وهذا الذي ذكرته منقول عنهما عن هذه الطوائف أمثالها. فهذا لا يجوز، لا يجوز. أي أجل في ذلك وقلبه يفسد وهو يتوجه ببصره إلى البنت وإلى المرأة الأجنبية؟ والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كيف سيغض بصره؟ هي فلانة أمامه مغمض؟ ما يحصل هذا، ما يكون هذا. فاتقوا الله، اتقوا الله. وأنا أعجب من هؤلاء، يقول لفلانة: ما في إجازة حتى تكشفي وأنظر كيف تنطقي الأحرف. يا أخي، لماذا ما علمت زوجتك؟ لماذا ما علمت أختك؟ لماذا ما علمت بنتك؟ لماذا ما علمت عمتك وخالتك وعلمت محارمك من أجل أن يعلموا النساء، وأنت تتفرغ لهن؟ فهذا والله ينقلب إلى فساد. ثم بنا ما ندري إلا والمدرس الفلاني قد تزوج بفلانة، ما شاء الله، وتزوج بفلانة وتزوج بفلانة، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا إذا تزوج، ناهيك عما يحصل من دون ذلك. يقول السؤال الخامس أو السؤال السادس: الأعجمي الذي هاجر إلى بلد عربي بأولاده وهم ما زالوا في الصغر أو رزق أولادا بعد ذلك هناك، هل يجوز له أن يعلمهم لغة بلده حتى يستطيع أن يتكلموا ويتفاهموا مع أهلهم من بلدهم، يعني الأجداد والأقارب ونحوهم، يعلمهم تعليما موسعا كأحكام الكتابة والتصريف والنحو وغير ذلك؟ بقدر ما يعلمهم دين الله واللغة العربية والقرآن والسنة فلا بأس أن يعلمهم بما يستطيعون به مخاطبة أجدادهم وأهليهم من أجل دعوتهم إلى الإسلام ودعوتهم إلى دين الله الحق بغير مبالغة وإطراء في ذلك. ما يجتهد في تعليمهم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو نحو ذلك ولا يعلمهم القرآن ولا يعلمهم التوحيد ولا يعلمهم العقيدة الصحيحة ولا يعلمهم شرع الله سبحانه وتعالى. السؤال السابع: إذا أردنا أن نتواصل مع الأقارب في الخارج فكيف نتعامل معهم إذا كانت لهم صور ذوات الأرواح في حسابهم واتساب؟ يكون في ذلك النصح والتوجيه، أن تنصحهم وأن ترشدهم بالتي هي أحسن، فتقول له: يا أخي أو يا أبي أو يا أمي، أو إذا كانت أختا لك تقول: يا أختي أو يا عمتي أو يا خالتي أو يا أبا فلان، إذا كان من إخوانك أو يعني من أصحابك ومعارفك، يعني: يا حبذا لو تزيلوا هذه الصورة، فهذه إذا أزلتموها كانت أتقى لكم عند ربكم وأنفع لكم يوم لقاء ربكم. وماذا ستنفعكم هذه الصورة؟ هل ستدخلكم الجنة؟ هل سترفع درجاتكم؟ هل ستنجيكم من النار؟ ونحو ذلك من النصح والتوجيه، نصيحة بعد نصيحة من غير إلزام. إما أن تغير وإلا سأحذفك، لا، سيعاند، فوجهه بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة وبالترغيب والترهيب، فهذا أحسن وأجمل وهذا مجرب. فما تدري إلا ويقول: جزاك الله خيرا على هذه النصيحة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، أبشر الآن سأغير، جزاك الله خيرا. بعضهم ما ينفع معه هذا النصح والتذكير: يا فلان كذا، يا فلان كذا، فيبقى يماطل. فإذا كان لا مجال لقبول النصح فهذا تحذفه. وإن شئت أن تتواصل معه
فاحفظ رقمه في دفتر أو في جوال آخر، فإذا أردت أن تتواصل معه أدخل رقمه ثم تواصل معه ثم احذف، وهكذا من باب ألا يكون في جوالك شيء من الصور، من صور ذوات الأرواح. وإن حصل لك شيء من المشقة فاحتسب الأجر، احتسب الأجر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول السؤال الثامن: هل يجوز للرجل الراغب في الزواج وله اختيار بين عدة نساء وهو متردد بينهن أن يخطبهن كل غنة ثم يختار التي أنسب له؟ يعني ما شاء الله كأنه عرض أزياء، كأنه عرض أزياء. هكذا بلغني من شخص يعني يقول ذهب إلى بعض البلاد، ف بلاد يعني من بلاد العجم، قال فأتينا قلنا نريد هناك مكتب، قال أريد أن أتزوج، وعنده هذا مكتب عنده أسماء يعني الراغبات في الزواج، فيتصل على فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ويبقى يجلس على كرسي ويدخلون الأولى، كيف تمام أو لا؟ قال لا. دخلون الثانية، كيف تمام أو لا؟ الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، العدد الموجود. بعد ذلك يقول خلاص أنا أريد رقم كذا. هذا تلاعب، هذا تلاعب. نعم، أنت إذا أردت خطبة امرأة تسأل من أهلك، من أرحامك، كيف فلانة، كيف وصفها، كيف كذا، كيف كذا، أعطوك وصفها. أنت بين أمرين، إما بهذا الوصف الذي أخبروك به تميل نفسك، وإما ترغب عنها. فإذا مالت نفسك فإنك تتقدم الخطبة الشرعية، ثم لك أن تطلب النظرة الشرعية فتنظر، فإن كانت على حسب ما تريد فذاك، وإلا اعتذرت، اعتذرت بأي عذر. نعم. أما إذا نفسك ما رغبت فمباشر تقول أنا ما أريدها، هاتوا لي واحدة أخرى، وهكذا. أما أن تكون القضية كعرض أزياء وتطلع على العورات فهذا لا يجوز. السؤال التاسع: بعض الناس يدعو إلى الرجوع إلى التمذهب بحجة أنه عبارة عن تسهيل لفهم الدين، وأنه سبب يجتنم به كثير من الخلافات الحاصلة في الأمة، وأن هذا هو منهج السلف الصالح، منهج السلف. فما صحة هذه الدعوة؟ هذه الدعوة باطلة، الدعوة باطلة. منهج السلف هو ما كان عليه الصحابة، هاتوا لنا نصا عن واحد من الصحابة أنهم قالوا لا بأس أن يكون لأبي بكر مذهب، ولعمر مذهب، ولعثمان مذهب، ولعلي مذهب، وكل واحد يتجه إلى ما يريد. أبدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قولا فيخالفه أبو موسى الأشعري، ويخالف عدد من الصحابة بالدليل الشرعي، فعمر رضي الله عنه يخضع للدليل الشرعي ويستجيب لذلك. سبب الخلافات التمذهبات، سبب الخلافات التحزبات، سبب التخلفات الإعجاب بالآراء وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية. فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والتابعين لهم بإحسان، كل واحد منهم يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة. الإمام مالك يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة وترك الأخذ برأيه، كذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام مالك، كذلك الإمام أحمد، كذلك أبو حنيفة، كذلك سائر علمائنا يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وترك التمذهب. فالتمسك بالكتاب والسنة هو سبب اجتماع الكلمة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بمذهب مالك، عليكم بمذهب الشافعي، عليكم بمذهب أحمد، عليكم بمذهب أبي حنيفة، عليكم بمذهب زيد وعبيد وفلان وعلان. قال فعليكم بسنتي. هذا هو المخرج من الفتنة،
وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي، أضوا علي بالنواجد وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وأقوال أهل العلم موضحة مسطرة معلومة في التحذير من الأخذ بالآراء والحث على الأخذ بالسنن. يقول السائل العاشر: كثير من المسلمين في فرنسا يتحرجون أن يسموا الكافر بكافر، فيقولون غير مسلم، وغير المسلم يقول كذا، وغير المسلم لابد أن نترك عادته، وغير المسلم هكذا تطويل. نراهم في خجل من ذلك، ويحتجون بأن هذا من الحكمة حتى لا يحصل نفرة عن الدعوة إلى الإسلام. والذي يسميهم كفارا عنده غير مبالي بمصالح الدعوة، وليس له نظر بعيد. ما صحة هذا الفكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم مسلمين أو قوم كافرين؟ في قوم كافرين. الله عز وجل أنزل عليه آيات: قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا أيها غير مسلمين، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هكذا أمره الله. وقال الله عز وجل، وهذه من السور المكية ما هي المدنية، قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، هكذا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فالشاهد أن الله عز وجل سماهم كفارا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، فسماهم الله كفارا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهكذا الآيات في هذا كثيرة. فالله عز وجل سماهم كفارا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كافرة، ومع ذلك كان يناديهم باسم إيش؟ باسم الكفر. فهذا هو الحق، وإلا فقول غير مسلم هذا من المداهنة في دين الله عز وجل، وليس من الحكمة ولا من معرفة المصالح الشرعية، فإن هذا لا يرجع إلى الأذواق والآراء والاستحسانات، وإنما يرجع إلى شرع الله عز وجل. فأين هذه الحكمة التي يدعونها في كتاب الله؟ أين هذه الحكمة التي يدعونها في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم باسم الكفر؟ يعني رسول الله ما هو حكيم؟ رسول الله ما عنده بعد نظر؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو عارف بالمصالح الشرعية؟ والله هذا جهل كبير، وهذا سببه الركون إلى الكفار والاطمئنان إلى البقاء بين أظهرهم. إذا ما كنت تستطيع أن تجهر بالحق وأن تظهر دينك فهاجر. والله عز وجل يقول: من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ناهيك عما يحصل من يعني الإشادة بالميثاق وغير ذلك من الأمور الوطنية، فيشهد لهم بذلك ويقر، نعوذ بالله من ذلك، فهذا لا يجوز، وهذا يعتبر من إظهار المسامحة للكفار والصفاء. السؤال الحادي عشر يقول: عندنا شخص في فرنسا اسمه رشيد أبو حذيفة المغربي، لم يعلم عنه أي تاريخ في طلب العلم عند العلماء ولا أي ملازمة لهم، ومع هذا صار من الدعاة المشهورين هناك، والكفار يلمعون أمثال هؤلاء وربما يفتحون لهم المجال، وله من يسمع له ويتبعه ويتأثر به من العوام والبادئين وغير ذلك ممن ليس له تمييز في الأمور، له عدد من الأخطاء غير يسير، لكن منها
أنه يدعو إلى عدم البغض والعداوة مع الكافرين. هل هذا من دين الإسلام؟ يقول لا تبغضوا الكفار ولا تظهروا ذلك، هل هذا من دين الإسلام؟ هذا ما هو من دين الإسلام. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول. والله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم نتبرأ منكم أيها الكفار أيها المشركون ومما تعبدون من دون الله نتبرأ من أصنامكم ومعبوداتكم من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول أنه اجتمع مع بعض الرهبان وقال: كان اجتماعا مفيدا مع احترام الخلاف الذي بيننا. أكيد سيكون يعني اجتماعا مفيدا في نظره لأنه لا يظهر بغضاء ولا عداوة وربما يبجلهم ويحترمهم، وهذا ينافي الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في نواقض الإسلام إظهار المودة للكفار. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يظهر المودة للكفار هل سيطردونه من مكة أو سيتابعونه؟ الجواب لا، لكن ما رأوا منه إلا حقا، ما رأوا منه إلا صدعا، ما رأوا منه إلا نصحا صافيا نقيا ادعوهم إلى الإسلام، ما رأى إلا نصحا واضحا ظاهرا من غير مجاملة. والله عز وجل يقول: ودوا لو تدين فيدينون، ودوا يا محمد لو أنك تداهن فيداهنونك. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، وليس هذا من دين الأنبياء ولا من دين الإسلام. يقول: يحث المسلمين إلى أن يرسلوا أولادهم لزيارة الكنائس لأجل أن يتعلموا احترام دين الغير ولإزالة البغض عن قلوبهم. ويقول: لا تقلق أي على إسلام ولدك، لأن الفطرة موجودة أي ستمنعه عن الانحراف. وهذا لا شك أنه يبين لنا أن هذا على ضلال وعلى باطل وعلى غي، فيجب أن يحذر وأن يترك وأن يبتعد من بعد نصحه وإرشاده، فإن أصر وعاند فيترك. هذا يدعو إلى مودة الكافرين وإلى التقارب معهم وإلى إزالة الحواجز بين أهل الإسلام وأهل الكفر. قال: وما أشبه ذلك. وفي الجانب الثاني يطعن في السلفيين المتمسكين بدينهم. فما قولك على مثل هذا الرجل؟ وهل من نصيحة للمسلمين هناك فيما يتعلق بمعاملاتهم مع الكفار؟ الواجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن يتمسكوا به وأن يدعوا إليه وأن يحافظوا عليه. وإذا كانت الإقامة في بلاد الكفر لا يمكن للمسلم إظهار شعائر الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر، فإن لم يهاجر كان آثما. وقد ذكر أهل العلم في كتبهم ومن أولئك البغوي في تفسيره وهكذا الحافظ في الفتح أن الهجرة من بلاد الكفار على أقسام،
فإن كان المسلم لا يمكنه أن يظهر دينه ويحارب في ذلك فإنه يجب عليه الهجرة، وإن لم يهاجر كان آثما. والله عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله واسعة، من الذي ألزمك أن تبقى في بلاد الكفر؟ فإن كان مستطيعا لإظهار شعائر الدين وغير ذلك من أمور الإسلام ففي هذه الحالة قالوا يستحب له أن يهاجر، يستحب له أن يهاجر. فإن كان مريضا لا يستطيع السفر أو ليس لديه ما يهاجر به فإنه يعان على ذلك بما يستطيع به أن يهاجر. فننصح المسلمين بالهجرة من بلاد الكفار، وإذا كانوا لا يستطيعون إظهارا للدين فيجب عليهم ذلك. هناك مثلا في بلاد فرنسا على ما يبلغنا وفي غيرها من بلاد الكفر ممنوع الأذان، والأذان من أعظم شعائر الدين، ممنوع الأذان أن يسمع إلى الخارج. هذه الديمقراطية التي ينددون بها هؤلاء ويلزمون بها المسلمين من أجل أن يتناحروا ويتقاتلوا فيما بينهم. وهكذا أيضا الذي يخطب ما ممنوع أن يتكلم في اليهود، ممنوع أن يتكلم في النصارى، ممنوع أن يتكلم في الكفار. وهذا كيف سيظهر شعائر الدين؟ خطبة وسكتة فقط، يخطب يسكت، نعوذ بالله من ذلك، هذا ضلال، هذا انحراف. نعم، والمساجد ممنوع أذان صلاة إغلاق، ما في جلوس في المساجد في اعتكاف قليل. آه نعم، المؤذن يقول يلا اخرجوا من المسجد، خلاص انتهت الصلاة، يخرجون يقفلون المساجد، ملزم بذلك أنت. نعم، ولا يمكن أن تخطب ولا أن تتكلم ولا أن تعلم إلا وأنت خاضع لقوانين الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من المسلمين هنالك يشكون من هذه الأشياء. وهكذا أيضا أمر الحجاب في بعض الدول هذه الكافرة كفرنسا يلزمون بعدم الحجاب، بعدم الحجاب. وربما لو امرأتك أو أحد محارمك سترت وجهها يتجرأ الشرطي لكشف الوجه وأنت ما تستطيع تحرك ساكنا، لو غضبت أو صرخت أو كذا مباشرة غرامات وإلى السجن. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يكبت الكافرين أهل الغي والبغي والاعتداء والحقد على هذا الدين. فنصحنا لجميع المسلمين في بلاد الكفار أن يقيموا شعائر دينهم، وإلا فعليهم بالهجرة، عليهم بالهجرة، وعليهم بالتميز بإسلامهم وبدينهم وبأخلاقهم ومعاملاتهم وبسائر شؤونهم، أن يكونوا متميزين وأن يكونوا على معرفة بدينهم وعلى إسلامهم وتوحيدهم وعلى العقيدة الصحيحة. وأما هذا الرجل فننصحهم بالحذر منه والبعد عنه ما دام مصرا بعد نصحه. السؤال الثاني عشر، قال العلماء إن الزواج قد يكون واجبا ومستحبا وغير ذلك بحسب حال الشخص حتى لا يقع في المحرم، فما هو الحكم الصحيح على المرأة العازبة التي ليس لها ولي ولا أقارب لكونها مهاجرة مثلا، فهي قد تسافر بلا محرم
أو تخرج دائما من بيتها لأجل حاجتها وتختلط بالرجال الأجانب وتركب المواصلات العامة أو الخاصة أو قد تسوق السيارة وما أشبه ذلك بسبب أنها وحدها أو مع أولاد صغار من زواج سابق، ومع هذا كل من جاء ليخطبها حتى من الصالحين فهي ترفض الجميع ما لم يدخل في أوصاف معينة أن يكون لونه كذا أو بشكل كذا أو من بلد كذا، وترفض التعدد وما أشبه ذلك. هذه المرأة يخشى عليها من الإثم وأن يلحقها الضرر وأن تقع في العنت، فهذه المرأة الواجب عليها أن تتقي الله عز وجل. المرأة المهاجرة يجوز لها أن تسافر بلا محرم ما دامت مهاجرة من بلدها التي كانت فيها حتى تصل إلى بلد الإسلام، فإذا وصلت إلى بلد الإسلام فتنظر لها من يتزوجها زواجا شرعيا من أجل أن يكون محرما لها يقوم على شؤونها وأمورها ويسترها ويعفها. أما أن تبقى متنقلة تقول أنا أريد مصر، تجلس في مصر أشهر، ما عجبتني مصر، أنا سأذهب اليمن، تذهب في اليمن فتجلس عدة سنوات ثم تقول والله اليمن الآن تغيرت ما تعجبني، أنا سأذهب السعودية، تذهب السعودية، قاعد السعودية ما هي تمام، أنا سأذهب الإمارات، وهكذا بلا محرم. لا يجوز، لا يجوز. فإذا وصلت إلى بلد الإسلام التي أرادته فإنها تثبت في مكانها. فإذا أرادت سفرا فلا بد أن تنظر لها محرما بالطريق الشرعي، نعم. ويجب عليها أن تترك هذه الأشياء، أريد كذا وأريد كذا وصفه كذا إلى غير ذلك، وهذا ربما يأتيها بالضرر عليها. السؤال 13، أخ مهاجر في الجزائر يطلب نصيحة مما يشعر به من غربة إذ هو عايش في قرية وهو مهجور ممن ينتسب إلى السنة ومن هذه الأفكار الجديدة والأحزاب المختلفة التي تنتسب إلى فلان أو علان، ممن هم مثلا في اليمن أو في السعودية أو في الجزائر أو في غيرها. الذي ننصح به من كان على الحق أن يثبت وأن يستأنس بالحق وأن يتذكر سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا اليوم كنا مع ذلك، كنا كذلك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان بمفرده عليه الصلاة والسلام، وهذا يسب وهذا يشتم وهذا يرميه بالفرى وبالأكاذيب، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صبر واحتسب. وعليه أن يطالع سير السلف الذين ابتلوا وكانوا في غربة كالإمام أحمد وهكذا كشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا أيضا كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكالعلامة الألباني والعلامة الوادعي وأمثال هؤلاء الذين يعني وجدوا غربة في أوساط مجتمعاتهم بسبب تمسكهم بالحق، فإن هذا يسلي المسلم ويسلي صاحب الحق. وإياك والاغترار بكثرة الهالكين، إياك أن تغتر بكثرة الهالكين، وإياك أن تستوحش بقلة السالكين، ولتكن مستأنسا بالحق مسليا نفسك به جاعله جليسك وأنيسك وحبيبك، فإن هذا يخفف عليك من ذلك العناء. والله عز وجل يقول واتبع ما أوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا هو المطلوب. السؤال 14، قد وردت في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن وأهله، هل الغرباء الذين اختاروا هذا البلد ويعيشون فيه ويصبرون داخلون في هذا الفضل والثناء؟ الجواب لا، لأن هذا إنما في أهل اليمن الذين هم
أهلها، أما من جاء من غيرهم فلا يلحقهم هذا الفضل، وإنما بقدر ما أخذوا من الإيمان والحكمة يصلهم الفضل بقدر ذلك وإن لم يكونوا من أهل اليمن. السؤال الخامس عشر: هل يجوز للسلفي أن يكون إماما أو خطيبا أو مدرسا في مسجد والمسؤولون عليه يرتكبون البدع ويدعونه إلى البدع ومن أجل أن يشاركهم في البدع؟ الجواب لا، وإنما عليه التحيز والتميز بالحق وبدعوة الحق، هذا هو المطلوب وهذا الذي ننصح به، وكان سلفنا الصالح كذلك يتميزون. فأحدهم يقول لا يجلس في مجلس مبتدع، مالك رحمه الله لما سأله ذلك الرجل عن قول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه. هكذا كان سلفنا الصالح. عبد الله بن عمر دخل مسجدا فإذا بالمؤذن يثوب يقول يعني بعد الأذان صلاة 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 صلاة، فقال ابن عمر قم بنا نذهب إلى مسجد آخر لا نصلي في هذا المسجد. نعم، هكذا كان سلفنا الصالح، عندهم غيرة على دين الله عز وجل، فلهذا انتشر فيهم الخير وقل فيهم الشر. وهكذا يأتي رجل إلى عمر بن عبد العزيز يقول له أنا أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، أنا أبغضك في الله. لماذا؟ لأنك تخالف السنة، تخالف السنة. العلامة الألباني رحمه الله قال جاء إليه مؤذن الحرم المدني سلم عليه كيف حالك يا شيخ أنا أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله. لماذا تمطط في الأذان؟ لماذا تلحن في الأذان؟ عمر بن عبد العزيز قال لشخص أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل. هكذا كان علماؤنا رحمهم الله تعالى. فلهذا لا ينبغي لصاحب المنهج السلفي أن يكون تحت مبتدع أو تحت من يأمر بالبدع، تحت من يأمر بالبدع. لا بأس طلبت أن تنصح انصح، ارشد دل وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا بأس في ذلك. وأما أن يكون بينك وبينهم تعامل وإلى آخره فلا. السؤال السادس عشر: علمنا أن البدع أشد من المعاصي، لكن هل هذا على الإطلاق؟ يعني أن أدنى بدعة كاستعمال المسبحة أشد من أكبر المعاصي كالزنا أو قتل النفس التي حرم الله، أو المسألة فيها تفصيل؟ البدع على وجه العموم هي أشد من المعاصي على وجه العموم، هذا بالجملة. لماذا؟ لأن البدع معصية، البدع هي معصية وصاحبها يقوم بها على أنها عبادة فيعملها تدينا، بخلاف الذي يزني هل يقول أنا في طاعة؟ إلا الرافضة الذين يتخذون طريق المتعة. طيب، هل الذي يسرق يقول أنا في عبادة وأتقرب إلى الله بالسرقة؟ الجواب لا. فلهذا قالوا البدع عموما هي أشد وأقبح من المعاصي عموما، وإلا فالبدع هي داخلة في المعاصي، داخلة في المعاصي، البدع داخلة في المعاصي. وقال الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فإذا من حيث النظر إلى العموم فذلك أعظم، البدع أعظم من حيث العموم، لكن بالمقارنة
بدعة مسبحة إلى بدعة كذا إلى معصية كذا، فكل شيء يأخذ حكمه ويأخذ مجراه والله أعلم. والعلامة العثيمين رحمه الله في شرح الممتع يذكر أن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية أعظم تحريما من الأغاني. لماذا؟ قال لأن الأناشيد يسمعها الشخص تدينا، تدينا يعني يتعبد ويتقرب إلى الله عز وجل، وهي معصية، فلهذا كانت أشد تحريما من المعصية التي هي مجردة عن التدين وعن العبادة. بهذا نكون قد انتهينا من إجابة على هذه الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا فيها إلى السداد والرشاد وإلى الحق والصواب، فإن كان من صواب فهو من الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.